صعب صعب كثير والله. وين الناس؟ ما فيش صلاة، فيش تراويح، فيش عزايم للولاية. بالنسبة لي عندي أربعة قاعدين. في ناس مش لاقي تاكل الدغري، وفي ناس بيطلعوش يعني شغلهم بالداخل وبيقدروش يجوا لجاي، وفي منهم قسم موجود غاد مش شايف عياله، وقسم اجى مع مرض وملتزم بيته او بالمستشفى، ومثل ما انت شايف البلد فاضي يعني. والله الوضع حربان على الجميع، وبالنسبة للخضرة يعني والله ما بنجيب حقها، لا ما نطلع ما بنجيبش حقها نهائيا، الفاضي يعني شغلنا على الفاضي. اه والله وضع سيء. احنا لا في رواتب ولا في شيء، يعني خاصه عند ابو العيال اللي فيش عنده راتب ولا عنده شباب كبار يعني اللي ممكن يساعده بهالدنيا. في روحه ولا في جاي، ما انت شايفه يعني انا بطلع بعيني، ما فيش يعني استهلاك على المحلات المره. والله انا فيش مصاري منين نجيبه. انا بالنسبه لي عندي اربع قاعدين، انا ابو الكوسيات انا اربع شباب الحمد لله. الناس ما حاش اللي شيء يستعد فيه لرمضان، وتعيب من الناس يعني راح تعيش على قد حالها السنه، مش زي العام اول عام واللي قبله انه كانت تحضر قبل اسبوع اسبوعين. صعب يعني الحاله، والله صعب كثير يعني، لا شغل ولا مساعدات كمان. أكون صراحة معاك، المساعدة صعبة لما اللي بجيب يومي شغل يومي شو بده يكون حالته؟ أجرة بيت، مي، كهرباء، طبعا هاي شو مش بيأثر علينا؟ ما بنترك أقصانا الجريح. إن شاء الله كنا متعودين في شهر رمضان، بحلول شهر رمضان نروح القدس ونزوره ونعبده، لانه القدس لفلسطين، القدس فلسطين عاصمتنا القدس الشريفه. ان شاء الله الله بيحررها من جنود الاحتلال، ان شاء الله بيبعد عنا الوباء ونرجع لبعضنا ونرجع لامتنا العربيه الاسلاميه، محبين لبعضنا وبدنا نتحمل بعضنا، وان شاء الله يعني مش بدي اقول اكثر من هيك، كل عام وانتم بألف خير.